اهلا بكم في حلقة جديدة من الرجال فقط، وبأكد عليكم الشباب اللي مش متزوج هستأذنه تاني مع الديوك بعد اذنكم عشان ورانا موضوع مهم شوية النهاردة. اتفضل. معقول؟ استنى نشوف موضوع بعد كده. ايه رأيكم؟ اباحية. انت عارفين الست اللي بترقص دي عمرها كم سنة؟ اسألوها طلعوها من عندك. يعني بصوا، يعني هي دخل قربت تبقى حاجة، يعني ممكن تبقى 60 سنة او 70 سنة ولا حاجة. وانا بتفرج على حاجة اباحية وانا كاتب في المقدمة بتاعت قناتي ان انا شوفوها. اختصارا يا جماعة، انا ممكن انهي الحلقة واسمع رد فعلكم بعديها، ممكن، وكان ترتيبي كده. لكن عايز اقول لكم ده الفيجوال ستيمولاي، دي المؤثرات البصرية والسمعية. اللي التلفزيون ما راهوش حاجة، الميديا ما راهاش حاجة، الميديا كلها ما راهاش حاجة غير تتكلم عن الإقلاع عن الإباحية. أنا مش ببرر حاجة، لكن أنا بوضح حقائق. إحنا اتخلقنا على الفطرة. كنت شغال في أحد الدول المتحفظة التي أعتز بها جدا وأحبها من كل قلبي. لما كان سيدة في الشارع يظهر بطن رجلها أثناء المشي لأنها مش لابسة شراب، كان يتهافت وراها الرجال. الدنيا مقفولة، فإذا بطن الرجل ده اصبح مؤثر. طب احنا في المجتمع اللي احنا فيه ده ننزل الشارع عندنا ونشوف ايه اللي في الشارع. ربنا يوريكم، انا قاعد في البيت دلوقتي. بيلبس في الشارع ما لا يلبس في البيت. الجينز الضيق، البلوز اللي لغاية الصدى، الشعر، الميك اب،
ده كل ده للشغل، كل ده للشغل. لكن في البيت الصبغة والحنة والشرب عليهم. وايه بقى؟ وايه المفروض؟ ان انت تؤدي واجباتك الزوجية بالحنة والصبغة والحاجات اللي قلت لك عليها دي. ده كلام يا ناس، ده كلام. طيب اذا كانت في عوامل كتير قوي اتكلمنا فيها، ريحوا دماغنا بقى من ريحوا دماغهم بقى من الكلام على الافلام الاباحية والاباحيات على وعلى وعلى. دوروا ايه السبب وعالجوا السبب. انا لا ابرر شيء ولا اعوذ بالله، انا بحط ايدي على المرض فين. هو بيشوف اللي ما بيشوفوش. كان واحد منا، لا لا هقول اسمه بس مش هتعرفوه، الدكتور محمد، كان الدنيا ما كانتش هايصة قوي زي دلوقتي يعني، لكن كان طول اليوم زائغ البصر، وهو راجل لذيذ جدا يعني، زائغ البصر واحيانا يضرب له حاجة برضو من الحاجات اللي بتتحط في السجاير ممنوعة شوية. فأنا صديق للجميع يعني، فيعني بعد مدة أنا ما بحبش أتدخل في الأمور الشخصية، لكن بعد مدة اضطريت إن أسأله، قلت له أنا أتوسم فيك، هو كان أكبر مني سنا وما زال موجود يعني، أنا أتوسم فيك يا دكتور محمد، أنت راجل فاضل، أنت ليه بتعمل كده؟ فضحك، وكان له ضحكة مميزة، ضحك وكان حاضر ناس كتير يعني، قال بشحن، يعني أنا يعني أنا خدتها بالتهريج كده وما فهمتهاش. يلف الزمن بقى وأما تعرض لمرضى ولما تزيد خبرتي في الدنيا فهمت كلمة اتقالت لي يعني قدرا او صدفة، هو بيشحن هو بيشغل المؤثرات عنده في دماغه علشان يبني بلاء حسنا عندما يرجع الى بيته. عرفتوا يا حضرات السادة الأفاضل يلي ماسكين دماغنا على حسنها، بدل ما توجهوا الكلام للرجالة، للرجال المتزوجون، وأسئلة وباحثون وباحثات اجتماعيات ومش عاوز أزود عشان ما أخشش في مواضيع جانبية، عرفوا إيه السبب. لو وجد في بيتي مثل ذلك، لو الست دي بتعمل كده في البيت، ده جوزها ده يعني يبقى والله بياكل مش، عارفين مش ولا هيقول يعني، يعني احنا لسه ما اتكلمناش في المواضيع العلميه، يعني تواضعنا عن الاكل كمان، لكن ده حتى دي مش موجوده. طب يا مدام، يا استاذه، يا انت محجبه، انت محجبه
ولابسه شارب، بس الميك اب جميل قوي 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 قوي، والبنطلون ستريتش اللي انت لابساه ده مش مخلي حته مش مبينها بصراحه يعني. طب اللي هقول لك اللي بتلبسيه بره ده البسيه في البيت وبعدين بيشتكي بعد كده، بدل ما تروح تشتكي لماما ولاختك ولصديقتك، راجع نفسك انت الاول. عرفتوا المشكله فين؟ استغفر الله اذا كنت اخذ ذنب من حد هيشوف حاجه زي كده. لكن انا بحط ايدي على المرض زي ما قلت لكم. الرجل يبحث عما لم يجده في بيته، علشان الجهاز بتاع الجسم العصبي يشتغل يطلع النيتريك اوكسيد اللي بيوسع الاوعيه الدمويه اللي بيجري الدم اللي بيعمل الانتصاب. عرفتوا ليه انا بتكلم مع الموضوع ده؟ يبقى احنا كده دخلنا الاجتماعيات في الجزء الطبي، ولا هي مبرراتي اللي بقول لكم عليها. انا بأربط بين هذا وبين ذاك، ولا انصح، استغفر الله العظيم، انا انصح كل الناس ان يغض البصر. انا اما كنت بوريكم انا بتفرج، انا كان دماغي في حاجه تانية خالص صدقا، ما كنتش بتفرج. إذن المشكلة، كل المشكلة عند الرجل، البارتنر بتاعه، الطرف الآخر بتاعه. زي الطرف الآخر ما بيطلب حقه، هل بياخد حقه؟ أنا لسه ما اتكلمتش على الأكل، هتكلم عليه في حلقة، ولا النوم في حلقات قريبة قوي. انا بتكلم على المؤثرات. البرفان الجميل بدل لما تشيلي فلوس كده تحت البتاع مش هتعملي بيهم حاجه، اشتري برفان جميل. ده حرام تخرجي بيه بره، هو مكانه في البيت لحلالك. انا الكلام ده ما اقدرش اقوله لكل واحد، يقوله للبارتنر بتاعه. انا بعرفكوا السكه بس يعني، عشان بس مش كل واحد يأني بنفسه. اللي ما عندوش القدره ان يتكلم ما يتكلمش، انا مش عايزين اشكالات وتزيد نسبه الطلقات وابقى انا السبب. لكن بالفعل في مشكله ثقافيه واجتماعية وإعلامية. أما التلفزيون مش ماسك طول اليوم غير موضوع الدوالي، إيه دخل الدوالي بالانتصاب؟ لا دخل لها بالانتصاب خالص. اشتغلت أنا ما لا اشتغل، ما حدش اشتغله قبل كده، لا دخل لها بالانتصاب بالمرة بالأداء الجنسي. ايه دخل ان كل يوم واحد يطلع يعمل اعلان عن الحبة الزرقاء وخلوها حمراء دلوقتي في منها حمر؟ ايه دخل ان المدام وهي قاعدة ده يوم الاجازة بتاعتها تتفرج على التلفزيون تسمع عن البروسيس اللي وردتها لكم الزرع في العضو، زرع الدعامة؟ تمام كده، انتوا بتعرفوهم حاجات لا يجب ان يعرفوها اولا، بالاضافة ان هي كده الطب كده بقى بيزنس، لان هو ممكن يتعالج بطريقة تانية خالص صحيحة. طبعا طبعا في ناس لو زكيهم على الله وكتير مش قليلين بيشتغلوا صح، ان هو ما بيلجأش الى هذه الوسيلة الا عندما تتوقف كل الوسائل الاخرى. لكن هو كل ده الشباب،
الشباب ثانوية عامة بيجي يقول لي اعمل ده تعمل لي دوالي عشان زميله عمل دوالي، هو اللي عارف دوالي هتعمل ايه ولا هتنيل ايه ولا ما يعرفش حاجة. يا جماعة احنا ناقصنا ثقافة، احنا ناقصنا ثقافة، اتثقفوا. وناقصنا ثقافة دينية كمان علشان نفهم اللي طالعين لنا في الميديا يتكلموا اخد بكلامهم لغاية فين بالظبط. انا اذا كنت هعمل صالحا فبعمل لنفسي، اذا كنت بغض بصري فانا بغضه لان في رب هيحاسبني، مش عشان فلان الفلاني قال لا ده ممنوع ماله، كل واحد في حاله، كلنا هنقف قدام ربنا. كبيرونا وصغيرونا. حبيت بس اتكلم على الجزء الخاص بالبارتنر من ناحية التأثير على المخ اللي هو هيشغل الحاجة اللي الطرفين بينشدوها الا هو الاكت الاداء الجنسي. الحلقة دي طولت شوية لكن كان لازم اوريها لكم، وبعد كده نتكلم بقى كلام علمي تاني عن بقية ما يتعلق بالاداء الجنسي. اتمنى ما اكونش ضايقتكم، واشوفكم على الحلقة الجاية بخير ان شاء الله. السلام عليكم.